بودي كذلك أن أتقدم بتحية خاصة لمعالي السيد الوزير الأول وأخي العزيز، وأحييه على كل المجهودات التي بذلها. سوف أعمل بكل جد وبكل إخلاص لمرافقة ومواكبة هذه الإصلاحات والعمل على تجسيدها ميدانيا. أتعهد أمام شعبنا وأمام مواطنينا ومواطناتنا على أن نكون ليل نهار في الاستماع إليهم، في خدمتهم، في التقرب منهم، في جواريتهم، خاصة من خلال هذه النداءات التي استمعنا إليها خلال الأسابيع الماضية.